بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعب إلى المنطقة العمياء، في بعض يحط قوسين يضع قوسين يقول العمود البعيد، مهم وكل نسبة من الأهداف تحسب في الدوريات أو تأتي من هذه المناطق. مثلا الآن مدافع اليسار يلعب إلى ثمانية، ثمانية يرجع إلى مدافع اليسار، مدافع اليسار الآن في جهة اليسار، يعني التركيز الدفاعي بالنظر وبالبادي بوزيشن يكون باتجاه ثلاثة. فأي كرة تلعب للعمود البعيد، شوف إلى 17 اللي يهاجمون الكرة هاي الملعوبة للعمود البعيد في هذين الفراغين خطرة جدا جدا، وتسجيل الأهداف ممكن أن يكون منها وارد، ومو فقط وارد وإنما بيجارنتي 100%. طبعا في لاعبين، في مدافعين، في ملاحقة، لكن صعب على المدافعين سهل على المهاجمين. لماذا؟ لأنها تلعب بين الحارس وبين المدافعين بالفراغ اللي موجود. لاحظ الآن المدافعين وين راح يكونون؟ يكونون بعيد عن هاي الفراغين اللي معشرهم، فتكون بين الحارس أي بين الهدف وبين المهاجم، بينما تكون خلف المدافعين صعبة على المدافعين وسهلة على المهاجمين. مرة باليمين مرة باليسار، وتبدل أدوار اللاعبين وتعطي 12 دقيقة من أمتع وأحسن فنيا كتدريب تخصصي لهؤلاء اللاعبين المرقمين أمامك، وأي لاعبين آخرين تضعهم على هذا النمط يكون تدريب ممتاز بعد فترة الإحماء. وتخصصي أنا وضعت لاعبين في هذه المناطق يعملون خلال المباراة الواقعية بمثل هذه الكرات أو التنظيمات أو الحركات أو ما يعرف بالحركات الهجومية اللي تتم عن طريق لعب الكرة من جانب بعيد، عمل هدف جدا بعيد هذا، إلى جانب قريب للعمود البعيد. هكذا تكون التدريبات التخصصية ممتعة وجيدة، وتؤكد مقولتي بأنه لا تملون وتكلون عن هذه التدريبات أبدا أبدا. طور كرة القدم بإعطاء لاعبيكم تدريبات تخصصية من المكانات التي يعملون بها وبمثل الحركات التي يقومون بها خلال اللعب الواقع. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، وصلى الله على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن موفق المولى، شكرا جزيلا على المتابعة، ودائما وابدا أن نفكر أن ندعم المدربين بما يعرف بفعاليات تدريبية. أنا من الناس، وأستغفر الله من جميع، أنا أحب أن أضع شيء يأخذ المدرب إلى الساحة. الساحة هي الفيصل في تطوير وتحسين اللاعبين بكل المستويات حتى بالمستويات المتقدمة في أمان الله.